بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام، وعيد ووعيد ووعيد وبلا كلل ولا ملل، والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. يقول ربي: وأما من جاءك يسعى، عاود ارجع ربي اللي يحب يتزكى وهو يخشى حقيقة، ما يمثلش، ني با بسودو ديفو، سي با فو فيدال، فأنت عنه تلاه، يعني بسعيك إلى خدمة المغفلين. يا أخي أنت مش تكون أرحم من أرحم الراحمين، لا أبدا، ربي يعرف منهم، يعرف خماجم، خلاهم يعمى ويسمع كما كثير من الكرب عبر تاريخهم، أسمى وأعمى، وترى من الله ما كان لك بحسبان، يعطيك يبهتك بهتان ما كان لكش على بال، ويعذبك عذاب لا تطيق تحمله بأي طريقة كانت. كلا إنها تذكرة، نرجو للآيات الأولى اللي قلناها فيما يخص نهاية سورة المدثر. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوع مطهر، هذا القرآن بأيدي سفرة كرام برة، قتل الإنسان ما كفر. ورينا هذه لعنة ربي للي يكونوا يحبوا أن تكون لعنتهم هي نصيبهم في الدنيا والآخرة، وواصلوا في اللعنة وزيدوا تعمقوا فيها، ما يزيد حالكم إلا سوءا، وعاقبتكم تكون إلا متعذر تطلع إليها أو تحمل تبعات كفركم وفسادكم في ملك الرحمن. نسأل الله السلامة، يا رحمن يا رحمن يا رحمن.